ديالي قناه ام ريم. اليوم ان شاء الله تحضروا معايا صابلي اقتصادي كيجي غزال بزاف. عندي هنا في المكونات بيضه، قبصه ديال الملحه، وعندي هنايا دانون غناخذ منه معلقه كبيره، وهنا الا ما عندكمش دانون يمكن لكم تعوضوه بالفانيا ولا باي نكهه كتفضلوا. عندي هنا نص باكيه ديال الزبده ونص كاس ديال السكر سنيده، ولا بغيتوا الصابلي يجيكم مقرمش، بغيتوا يجيكم رطب غتعوضوه بالسكر كلاصي. وهنا عندي الطحين على حسب الخليط. هنا المكونات سهله واقتصاديه. انا اول حاجه غادي نبدا بالزبده والسكر. هنا الزبده كل ما كانت رطبه غادي تعاونكم اكثر، خاصها تكون رطبه وتقطعوها طريفات صغار. ونخدموا الصابلي غير بالصباع، ما ندركوش نهائيا. الصابلي كله من الاول حتى الاخر كيتخدم غير بالصباع، اما الا دلكتوه غادي يعوج وغادي يتغير الشكل ديالو في الفران. هذه وحده من الاسباب اللي كتخلي الصابلي كيتغير وكيتجمع. غادي نبقى ندخل هذا السكر هذا في الزبده حتى كتجانس مزيان هذا السكر مع الزبده. ومن الاحسن السكر سنيده تكون رقيقه ما تكونش غليظه باش دغيا كتجانس. كما قلت لكم راه السكر سنيده الدور ديالو هو اللي كيخلي الصابلي كيجي مقرمش، اما الناس اللي ما كيبغيوش بهذاك الشكل راه غادي يعوضوا بالسكر سنيده بالسكر كلاصي. وانا نخدم مزيان هاد الزبده. انا من بعد ما خدمت الزبده مع السكر سنيده غادي نزيد بيضه وقبصه ديال الملحه، وهنا غندير واحد المعلقه كبيره غير باش كنحيد ليا السفوريه ديال البيض. كما قلت لكم كل لكم تعوضوا باي نكهه كتفضلوا، اولا القشور ديال الحامض او الليمون، اي نكهه كتبغيو. غندخل مزيان هاد المكونات مع بعضياتها، وغادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه. ما غاديش نزيدو في مره واحده حيت لان ما نعرفش انايا ما عارفاش شحال غادي يخصني ديال الطحين، لان الطحين حلو النوعيه ديالو من الاحسن ديرو شويه بشويه حتى كيتجمع لكم الصابلي والعجينه تكون مرطبه ما تكونش نهائيا قاصحه. غير يتجمع لكم العجينه وتولي رطبه غتحبسوا من الطحين، ما تبقاوش تزيدوا نهائيا، لان الا قصح راه ما غاديش ينجح معاكم نهائيا. وهذا الشكل ديال العجينه كتكون خفيفه وما كتكونش نهائيا كتلصق. وباش كتعرفوا العجينه ديال الصابلي راه ناجحه معاكم فاش كتقطعوها كتقطع معاكم بسهوله وما تيكونش كتجبد هكا، كتقطع بهذا الشكل هذا، يعني ماشي كتجر معاكم. الا تجرات عرفوا راه ما ناجحش، خاصها تهرس بحال هكا، يعني بحال كتهرس. انا نوضح لكم اكثر، كميه كبيره شفتوا ما كتجبدش هكا، كتعرفوا ان راه الصابلي ناجح معاكم. دابا غادي نخليها في البلاستيك او السلوفان وغنخليها في الثلاجه واحد ساعتين حتى ثلاثه السوايع، ومن الاحسن تخدموها بالليل وحتى الصباح عاد باش تشكلوها، باش ملي كيدخل الفران ما كيتغيرش نهائيا، لانه كيكون شاد راسو، يعني كيكون بارد شاد راسو مزيان وما كيتغيرش الشكل ديالو. من الاحسن تخليهم مده طويله، يعني ديرو في الليل وفي الصباح تخدموه، ولا ما كانش الوقت راه ثلاثه السوايع يعني كافيه، غير هي ما تخدموش ديك الساعه مباشره. هنا من بعد ما كنخرجوا من الثلاجه كنجيبوا مدلك وناخذوا بلاستيكه نقسموها على جوج. انا هنا حليتها بهذا الشكل هذا، كتولي يعني وحده مشروكه، وكنحط الصابلي في البلاستيكه وكنخدم باش ما يتلصقش معاكم، وكيجيكم ساهل بزاف، ما كيمحنكمش نهائيا في الخدمه، كيجي ساهل. وفي نفس الوقت باش ما نديروش الدقيق ويشرب لينا الدقيق ويقصح، من الاحسن ديروا بلاستيكه بهذه الطريقه هذه، ونبقاو نسرحوا وتكون العجينه رقيقه، حتى انك باش دوروها كيسهل عليكم بالبلاستيك. كيكون هذا المشروع العجينه راها متوسطه ما رقيقه ما غليظه، من الاحسن ديروها متوسطه، لا رقيقه غتهرس وغليظه ما غاديش تجي الشكل زوين، تكون متوسطه احسن. انا غنجيب طابع، ديروا اي طابع كتبغيو، انا هنا غندير هذا الطابع هذا
هاد القليب اللي كنهديه لكم انا شخصيا في هاد مناسبه عيد مبارك سعيد عليكم كاملين. هنايا غادي ندير حدايا واحد شويه ديال الدقيق باش كنبقى نغطس فيه هاد التشكيل هذا او هاد القطعه ديال الحلوه باش ما يلصقش في العجينه. من الاحسن نعاون به، راه هاد العجينه تقدر تشكلوا منها بزاف ديال يعني جوج ثلاثه ديال الاشكال ديال الحلوه. كيف ما شفتوا الشكل ديالو مرقيق مغليض، ومن الاحسن ومن تبقاو تطبعوا ما تضيعوش العجينه، يعني حاولوا ديروا وحده حدا وحده باش تربحوا الوقت، وفي نفس الوقت العجينه كتبقى معاكم مزيانه، ماشي كتبقاو تجمعوها وتخدموها وتجمعوها وتخدموها ما كتبقاش كتلقاو صعوبه معاها. انا هنايا درت اللاطه، درت فيها شويه ديال الزيت، كاين اللي الصابلي ما كيديرش فيه اللاطه ديالو ما كيديرش فيها الزيت، ولكن انايا كنتفادى اي يعني انه يلصق معايا، كندير من الاحسن ندير الزيت باش نتفادى اي مشكل. الشكل ديال القليبات كيحمق، يجي زوين الشكل ديالو، وبمناسبه العيد نديرو يعني شي حاجه كنعبروا بها على الحب ديالنا للضياف والناس اللي كنبغيو. هنا غادي ندخل اللاطه الفران، وهذا الشكل ديال الصابلي من بعد ما كنخرجوا من الفران. هنا راه ما تيتغيرش الشكل ديالو نهائيا، تبعوا غير الخطوات كاملين ان شاء الله غادي ينجح معاكم. راه الصابلي كيف ما شفتوا معايا ما درتش فيه نهائيا الخميره، يعني كيبقى في الشكل ديالو. وهنا قلت لكم خليوها العجينه متوسطه باش ما كيتهرش، وكتحكموا فيه كما بغيتوا في الزين، وحتى ملي كتبغوا تحيدوه من اللاطه ما تيتهرش. اما الا كان رقيق راه ما تيتحمش نهائيا، لا تزين ولا انكم تحركوه، غير دغيا كيتهرس. انا هنايا بغيت نوريكم اكثر، ان هنايا درت حبات فوق بعضياتهم باش نوريكم شحال هما مقادين، كيجيو مقادين يعني حبه كتشبه الاخرى، راه ناجح 100%. وهنا راه ما يبانش لكم هنا في الصوره، تيبان غليظ ولكن هو راه عادي، راه يعني كيجي غزال بزاف، وخصوصا ملي غادي تزينوه غادي يعطي مازال الشكل زوين. طبيعه الحال الصابلي كيبغي تزين، انا هنا غادي ندوز للتزيين، وطبيعه الحال كل واحد والتزيين ديالو والذوق ديالو كيفاش كيبغيه. انا هنا غادي نزين بشكلات مختلفه بالشوكولاط، غتشوفوا معايا ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي ديال الصابلي كيف ما شفتوا كيجي راقي بزاف، وراه ناجح 100%. غير تبعوا غير الخطوات اللي قلت لكم وان شاء الله غادي ينجح معاكم. وما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم ودعموني بلايك وابوني باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه وعيد مبارك سعيد.